احترامي مولانا الولي. اهلا بالمستوزر الاصغر، تفضل عود يا رشاد. دام فضلك مولانا. شوف يا رشاد، انا استدعيتك اليوم مشان كلفك بمهمه دقيقه كتير، لانه بصراحه مالي ثقه حتى اكلف غيرك. انت مستوزر عندي من مده 9 سنين، يعني صرت تعرف طبعي بدون ما سرسر وإلعب. محشوم يا مولانا محشوم. باختصار شديد واقتضاب مفيد، امبارح زاني موفد من دوله رهفستان الصديقه عم بيعلمني فيها قبول والي رهفستان الصديقه الدعوه الموجهه من قبلي لجنابه بخصوص زياره بلادنا، مشان يتعرف على اوضاع بلادنا وتدعيم اواصر المحبه بين بلادنا وبلاده. نعم مولانا. وباعتبار انه والي رهفستان اول مره بيزور بلادنا بعد مضي 5 سنين على زيارته الاولى، فانا حابب احتفي فيه بما يناسب مقامه السامي، وبالتالي اعطاء صوره مشرقه عن بلادنا. وكم يوم بدها تستمر زياره مولانا؟ يعني شغله اسبوع زمان. وامتى حدد الزياره يا ترى؟ بعد 10 ايام. المطلوب منك يا حضرة المستوزر التحضير لاستقبال الضيف بشكل لائق والإحاطة به من تكريم. لا تنسى يا حضرة المستوزر أنه بلادنا الله يعزها مشهورة بالكرم واستقبال الضيف، والمثل بيقول لا إيني ولا طعميني. يعني بده يأكل عنا؟ بلى بده يأكل عنا، لكن وين؟ طيب سؤال بعد إذنك مولانا إذا أمرت. تفضل سأل. ويا ترى جنابكم حاطين خطة معينة ببالكم بخصوص حفلة الاستقبال سيدي؟ لا 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 لا، خطة ببالي ما في، بس لا تنسى انه والي رهفستان صديق شخصي وعزيز على قلبي كتير، سياسيا واجتماعيا وثقافيا. لما رحت زرته من 2 سنين احتار الرجل شلون بده يكرمني واحتفل فيني، بالإضافة لتلك الصداقة يلي بتربط بين شعبينا والروابط المتينة يلي بتربطنا مع بعض من عشرات السنين. ويا ترى يا مولانا شلون بتحبوا الاحتفال يكون؟ يعني رسمي ولا شعبي؟ الاثنين سوا. ولا تنسى انه شعبنا بكن لجنابه احترام عميق وبيحبه لانه مقامه عم بيشتغل لشعبه. مولانا شعبنا بيحبه لانه جنابكم بتحبوه. لا لا ابدا. تعرف يا مستوزي رشاد، انا بحب كل والي بيخدم مصلحة وطنه، وبالتالي بتجنب كل حاكم بحط مصالح شعبه وامته على الرف. يا سيدي الله يديمكم درع لهالولاية وحصن هالحصين. انا مالي معقد من قصة انه شعبي لازم يحبني الي وبس، بالعكس اذا في حكام كويسين مو بس الشعوب بتحبهم، الله بعد اسمه من عالي سماء بيحبهم كمان. اذا مولانا انا هلأ رح اعمل جهدك الله يرضى عليك ويحن عليك يطلع استقبال هالضيف الكبير على مستوى مقام رفيع. ولو يا مولانا، هالثقة اللي عم تمنحوني إياها أكبر وسام بعلقه على صدري وأفخر تاج بحطه على راسي. يسلم راسك، أنا ما عاد عندي شي ضيفه، بإمكانك تروح هلا تشوف شغلك. عفوا مولانا، في نقطة ما حكينا فيها. تفضل شو هي؟ بالنسبة للميزانية. شبه الميزانية؟ قصدي شلون رح تكون ومين رح يصرف لنا إياها يعني؟ مثل العادة بهيك أمور الخزندار. سيدي عفوا، الخزندار مثل ما بتعرفوا جنابكم ما بيقدر يقر ميزانية لمشروع ما إذا تجاوزت تكاليفها السقف المخصص لصلاحيته. مو مشكلة، أنت درس لي الميزانية منيح وهات لي إياها لو قالك إياها. أمرك مولانا، تمر شي ثاني سيدي؟ لا أبدا، الله معك. شكرا. والله يا رشاد عم يجيك حظ بيفلق الصخر. وليش بقى؟ شو ليش؟ يعني هالثقة اللي عطاك ياها مولانا الوالي ايه بعمره ما عطاها لحدا، بقى بدي اياك تبيض الوشرة. شو هالشغلة العظيمة يعني؟ كل المسألة وما فيها اشراف على احتفال. ولو كان، انت بتعرف انه هالاحتفال بالنسبة لوالينا مهم كتير وحساس، وبالعادة بيكلف فيه ناس اعلى منك مرتبة. ولا يهمك فوزية ولا يهمك، نحن لها ما اختلفنا، بس إذا بتحلب صافي مع الوالي رح يكون مقامك بالعلالي. شو بده يكون مقامي يعني؟ قد ما كانت وظيفتي كبيرة رح أصفى بالأخير على راتبها. بجوز، بس كمان استلام منصب مهم تقدير كبير من الوالي لشخصك. ستي إلا ما يجي وقت واستلم فيه المنصب اللي ببالي. قومي هلأ قومي، عطيني الدفتر والريشة والمحبرة حتى أحسب الميزانية.
أمرك رشاد أفندي. ما بتعتقد يا مستوزر أنه أرقام ميزانيتك عالية؟ يا مولانا بجوز تكون عالية، ما بقلكن لأ، بس الاستعدادات اللي محضرها والاحتفالات اللي مصممها والزينات اللي رح تتعلق والبسط والسجاد والعراضات والاستعراضات والفرق والمرق والشطف والمطف والزينة والمينة، كل هالشي بيكلف وبده فتح عملة. ماشي الحال يا عبد الحي. أمر مولاي السلطان، بعت لي وراء الخزندار مطاع. أمرك مولاي. رح ناخد رأي الخزندار مطاع، بركي بينورنا برأي، لأني حاسس كأنه ميزانيتك عالية وأرقامك خيالية. بالعكس يا مولانا السلطان، يعني نحن بالمقارنة مع غير ولايات نحن ما في. شوف يا مستوزر رشاد، في ولاد أغنية وبلادهم غنية وعم بفتوا مصاري على أبو جنب بطعمة وبلا طعمة حتى يسعدوا شعوبهم، بس أنا ما بغار من حدا ولا بتطلع على حدا، أنا بحكم ولايتي حسب إمكانياتها وحسب ثروة البلاد من منتوجات وريوع. وبصراحة أنا ما بحب دايما من أصدقائي الملوك والولاة، مع أنهم عمرهم ما خيبوا لي طلب، بس أنا ما بحب ركب دين برقبتي أو رقبة العباد. بعدين بيقولوا الوالي عم بيحكم بالدين بيتضعضع مركزي ومركزي ولاية، أما شيت أنه أدين لآجال طويلة وبعد فترة انتهز الفرصة المناسبة وقدم طلب استرحام وتظلم من شان يعفوني من الدين، فهاد مو وارد بسياستي. بس عفوا مولانا، هذا اسمه تكتيك. يا سيدي مرحبا تكتيك. خوش لحد الآن أنا ما اضطريت، وقت اضطر لكل حادث الحديث. احتراماتي مولانا الوالي. أهلا خزندار مطاع، دخلك بدي أسألك سؤال. العفو سيدي، أمرني. خود شوف لي هالميزانية، شوف لي الرقم النهائي، في مبالغة شيء. ميزانية استقبال والي رهفستان سيدي؟ نعم. لأنه مثل ما هو معلوم خزندار مطاع، الحفل لازم يكون على مستوى راقي، والمستوى الراقي يعني بتعرف بده مستلزمات و يعني حق بسط وسجاد رح يكلفنا هداك ال. معلش يا رشاد، لا تحاول تسير عليه، خليه يحكم بنفسه، حكم مطاع شغلته والشغلة وبلطع الطاير. أمرك مولانا. شو قلت يا خزندار؟ هو الحقيقة يا مولانا، ومثل ما هو مفصل بالميزانية من مصروفات وتكاليف، فالمبلغ مقنع تماماً وغاية في الدقة، وبالعكس أنا شايف أنه في مصروفات غايبة تماماً عن ذهن جناب المستوزر، ورغم ذلك رح يتكفل فيها مثل ما الملاحظ بالتعهد اللي بين إيدي. عظيم جداً، قال خود رأي أكبر منك وأصغر منك ورجع لعالك، والرأي عندي ممهور بالموافقة. هات الميزانية لقلك يا مطاع. فضلوا مولاي. يا مستوزر رشاد، لا تنسى مثل ما وصيتك. إن شاء الله منكون عند حسن الظن سيدي. يا مطاع. أمر مولاي. سلم جناب المستوزر كامل الميزانية. أمرك مولاي. تمروا شي تاني سيدي؟ لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وينك يا رشاد؟ أنت هلأ مستوزر أصغر، ومو بعيد أصير مستوزر أكبر وربما وزير، مين بيعرف؟ الله معكم. إيه سيدي، شو أمرتوني يا نور عيوني؟ ما يأمر عليك ظالم يا خزندار مطاع. وهي أموال الميزانية بين إيديك، بتحب ابعث لك اياها على مكتبك ولا بتاخده مع الحاجب تبعك؟ لا، راح اخدهم بنفسي. قديش في بالصندوق؟ مليون عصملية مثل ما امر مولانا. والله كتير، مليون عصملية. راح اخد 800,000 بس، شو رأيك؟ ما بيمشي الحال هيك؟ وليش حتى ما يمشي الحال؟ ولك انا كلي تحت امرك، وانت الكريم والخزينة بتستاهل. ايه
هيك قلتها؟ شو بدنا نساوي؟ قال يلي بيجي شيء وبيرده اخص عليه وعلى جده. ابراهيم احملوا هالصندوق والحقوني. يعطيك العافية بتاع افندي. تسلم، وإذا بدك ياني تعال عندي. سيدي وصل جناب مأمور حكمات. خليه يدخل. السلام عليكم. أهلي مأمور حكمات، شلون صحة؟ الحمد لله بنعمة كريم. الحقيقة يا مأمور حكمات، أنا طلبتك مشان أمر مهم جدا وما في غيرك بيقدر عليه. تفضل تفضل ارتاح. أنا بالخدمة سيدي، أمره. جناب والينا المعظم جاي لعنده ضيف يزور البلد، وبهالمناسبة الاستثنائية بدنا نقيم احتفال لائق بضيفنا الكبير. من عيوني سيدي، أنا من إيدك هاي لإيدك هاي، أنتوا بس أمره. هذا هو الموضوع، ما في شيء تاني أبدا. وتفضل يا سيدي. هاي 400,000 عثمانية كلفة الزينة ومستلزمات الاحتفال، بس وينك؟ بدي الاحتفال مطنطن ويبيض وش والينا المعظم قدام ضيفه والي رهفستان. يا سيدي أنا شو بتفرق معي؟ والي رهفستان ولا نورستان؟ ويا سيدي إن شاء الله يكون والي المرستان. المهم إني التهي بشغلي وأتقن عملي. ها ها هيك بدي إياك. تريدوا شي تاني سيدي؟ لا 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 ما في شي تاني ابدا. الله معك. السلام عليكم. مع السلامة. بقى شوف يا مختار، انا راح اعطيك 200,000 عثمانية مشان الزينات وخلافه، وبدي منك تحط كل جهدك بهالمسألة منشان نبيض وش البلد. فهمت شو قلت لك؟ من عيون التنتين يا سيادة المأمور، لا توصي حريص. تفضل أكار، هاي 200,000 عثمانية. ايه يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. طاهر. انتبهوا منيح يا شباب ويا أبضايات للكلام اللي رح قلكن يا. تفضل مختار تفضل. شري والينا الله يديم عزه وكرمه فينا رح يستقبل الأسبوع الجاي ضيف عزيز وزائر كريم، وهو جناب والي رهفستان المعظم. سمع يا شباب سمع. تفضل يا مختار. ومثل ما بتعرفوا ضيف الوالي ضيفنا رح ينزل ببلادنا معزز مكرم، ولازم نستقبله بكل مظاهر الاحتفاء والتكريم ونزينه الحارة ونحطه بقلوبنا. نحن لها يا مختار. باطل والله، لنفرش له ريف عيوننا حتى يمشي عليه. بارك الله فيك، منشان هيك حبيت اجتمع فيكم حتى نرتب أمور الزينة ونتفق على التفاصيل. انا الك علي يا مختار، اشطف الحاره من اولها لاخرها كرمال عيون الوالي. حياك الله يا ابو محيو. وانا يا مختار باعتباري الخياط مسؤول عن تفصيل الاعلام والرايات والبراري، وكله كرمال عيون والينا. الله يديم فضله فينا. امين يا رب. يعيش جناب الوالي. يعيش عيش عيش. يعيش جناب الوالي. يعيش عيش عيش. يعيش جناب الوالي. عيش عيش عيش. حلو 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 حلو. غيره؟ وانا قلكن علي باعتباري كهربجي مد حبال الزينه من اول الحاره لاخرها وبالاضويه الملونه كمان. الله حيو ابو سعدو. ما تبلى مراجلك يا ابو سعدو. والعراضات يا شباب انا مسؤول عنها، حاكم كل اهل الحاره بيحبوني بمون عليهم وتكرم عيون والينا. وانت يا ابو بكري شو راح تساوي؟ والله يا مختار انا ما راح اساوي شيء. شلون ما راح تساوي شيء؟ على الاقل زين باب بيتك. اخي ما بدي زين شيء، شو شغله بالزور؟ لك شو عم تحكي انت؟ شو جنيت؟ لا والله ما جنيت، وعقلي لساته براسي. لك كان شلون ما بدك تزين؟ اخي انا اذا بدي زين بدي زين على المضبوط، وبدي ضيف قهوه مره
واعمل مضافات وقدم شوكولاته وسيف وترس واضرب واطرح وكله في داعيون والينا وضيفه. بس هالمصاريف هي بقى مين بده يعوض لي اياها يا مختار؟ الله بيعوضك ونعم بالله. ما قلنا لا، بس هي وين بتنصرف مختار؟ هلا بلعك فاضي يا ابو بكري، بدك تزين رجلك فوق رقبتك، والا قسما عظما رح بكتب فيك تقرير كيدي للمكتب الثاني وخليهم يزتوك بالسجن. لفة بكري، شو صار لك؟ لفة. والله ما صار لي شيء، بس انا اغنى من الحكومه يعني. بس هذا واجبنا يا بكري، وكله في دعيون الوالي. ايه اذا كان هيك ماشي الحال، بس علي الجيري لولا كرامه الوالي ومحبته بقلبي لا برد على مختار ولا على بطيخ مبسمير. بسيطه هيك عم تحكي؟ شو علي حسابك بعدين يا ابو بكري. المهم يا قبضايات، انا رح اعتمد عليكم، والله يبيض اصلكم وياخذ بيدكم على طريق التضحيه والمفهوميه. وللعلم الموكب رح يمرق بحارتنا، بعدين رح ندخل لبيت الوجيه اسعد باشا المرقتلي حيث نحضر الاحتفال هنيك. واسعد باشا المرقتلي هو اللي تبرع من طيبه وخاطره من شان سمعه الوالي وسمعه البلد بهذه اللفته الكريمه والمشكوره، لا يبغي لا احمر ولا اخضر، لا جزاء ولا شكورا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كف لاسعد باشا شباب، كف. يعيش اسعد باشا الغلطان وياه. يعيش يعيش يعيش. يا كسام هات القهوه لهون وضيف الشباب. السلام عليكم. اهلا مختار، يعطيك العافيه. اهلا بالمختار. اهلين سهلين. عفارم يا بضايات. شو بقى يا سجاد؟ سجادات ابو كامل. علوهن ولا تنسوا السجادات ابو بكري. مو على عيني. بدنا همه يا شباب، همه. السلام عليكم. وعليكم السلام. على السلامه يا مختار. ايه شلون الاستعداد لاستقبال الضيف يا رشاد؟ كله تمام يا سيدي. لازمكن شيء؟ بدكن شيء؟ ابدا يا سيدي ابدا، مو لازمنا شيء، مو لازمنا الا عطفك وحنانك ورعايتك إلنا. عظيم كتير. حاكم بكره موعد استقبال الضيف. يا مولانا ان حل اهلا وان وطئ سهلا، وان ما وسعته بلادنا بتسع قلوبنا يلي بصدورنا قولا وفعلا. يا جماعه يا جماعه، وصل موكب مولانا الوالي. Hello.
اهلا بالوالي المعظم، اهلا رمز بلادنا، اهلا بالضيف المكرم خطوي عزيز سيدنا. اهلا بالوالي المعظم، اهلا رمز بلادنا، اهلا بالضيف المكرم خطوي عزيز سيدنا. اهلا والينا المبجل، اهلا انت وضيفك، الله يطول عمرك سيدي ورح نضرب بسيفك، انتو اصحابينا هالبيت ونحنا كلنا ضيوفك. اهلا بالوالي المعظم، اهلا رمز بلادنا، اهلا بالضيف المكرم خطوي عزيز سيدنا. والان نستمع الى المغنية الشعبية السيدة مهدية الكستاني التي استخدمناها خصيصا من الأستانة لتشارك بهذه المناسبة التي يشرفنا بحضورها جناب والينا المعظم مع ضيفه الكبير والي رهفستان الصديقة. Thank you.
منين اجتني هالضعفة على غفلة ما بعرف. امبارح ما كان في البلاء يا عالم امبارح. الله يعافيك ويشفيك يا ابو كامل. البني ادم تحت الطاف الله، شوكة صغيرة بتأذي. انا بقول لك شو صار معك. امبارح انت نمت والشباك مفتوح، قمت اخذت لفحة هواء، مشان هيك ارتفعت حرارتك ورشحت. وما لقيت اضعف الا يوم حفلة الاستقبال. قسما بالله كنت بدي اعمل عراضة بالحارة الى اول ما الى اخر، كرمال والينا وضيفه. معذور يا ابو كامل، معذور. عذرك معك. قلي لي يا ترى اعطيتيهم البسط والسجادة الكبيرة اللي عنا؟ شوفت عينك، سحبتها من تحتنا وبعدت لهم اياها مشان يزينوا حيطان الحارة فيها. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. وكراسي الخيزران ان شاء الله بعثتي لهم اياهم. ولو يا ابو كامل، بعثت لهم 8 كراسي. كثير منيح. اصحك انتبهتي في 3 منهم مفختين؟ ايه قششتهم وبعثتهم. ولو يا ابو كامل بعجبك انا. خود تقبرني، خود اشرب كاسة الليمون عضب تفيدك كثير. خود تقبرني اشرب. هاتي غيري لي هي، سخنت صارت مثل النار. اوه الله معك والينا. اوه بوجودك نورت ليالينا. اوه وان شاء الله تكونوا انبسطتوا. اوه نحن عملنا اللي علينا. يعطيك العافية، الاستقبال كان حلو يا مستوزن. جناب الوالي أعجب بهذا الاستقبال. الله يديمك يا مولانا، نحن بس بدنا نكون بيضنا الوش. أكيد أكيد أكيد. تفضلوا مولانا ارتاحوا لجناحكم. تعرف يا مستوزر، الحفلة كانت كتير حلوة. سيدي هذا من فضلكم، وكل قرش انصرف عليها حلال وبمحله. هو سيدي صحيح انه نقصنا مبلغ بسيط والناس حطت من جيبتها كاش، بس مو وقت الحديث هلا يا سيدي. لا 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 لا، ما بصير حدا يتكلف. مر لعندي على السرايا حتى اصرف لك المبلغ. الله يطول عمرك ويديم عزك فينا يا مولانا. تعرف يا رشاد، انت صار لك مستوزر اصغر عندي 9 سنين. آن الاوان لتصير مستوزر اكبر، او مين بيعرف يمكن تصير وزير. يا سيدي الله يطول عمرك، يعني لو حطيتني خادم حتى اغسل لك رجليك فهذا شرف كبير لي يا سيدي. استغفر الله العظيم، استغفر الله. الخير. جيت بوقتك حاكم، خرما على كاسة شاي. تفضل. صحة. وانا شو لمين ولا هون؟ للآسي معها. تريد شي استاذ؟ لا ابدا، سلامتك. الله يسلمك. عماد خير استاذ؟ بدي اسألك، الآنسة معها شو اخبارها؟ من اي ناحية استاذ؟ ما فهمت عليه. قصدي يعني بس بيني وبينك عماد، ها يعني هاد بضل سر وما حدا بيعرف فيه. سرك كبير استاذ، احكي ولا يهمك. بصراحة يعني أنا عم فكر أطلب إيد الأنسة معها، أخطبها يعني. وأنا بوثق فيك يعني، وبعرف إنه خلطتك معها منيحة، فأنت شو رأيك؟ الحقيقة معك حق تفكر فيها، لأنه البنت حلوة وبتلفت نظر، بس بعتقد مالك بالطيب نصيب. ليش؟ مخطوبة يعني؟ لا مو مخطوبة، بس حسب ما سمعت الأنسة معها حلفة يمين ما تتجوز أقل من مدير عام. إيش هيك يعني خبط لزق؟ إيه أستاذ خبط لزق. صحيح هي حلوة وبتاخد العقل، بس البين إنها طموحة كتير. يعني برأيك ما حاول؟ أنا برأيي تنسى الموضوع من عين أصله أستاذ. الله وكيلك قديش أنا بدللها ولا بتأخر بطلباتها. أي طلب بتطلبه بيحضر دغري، بس إذا تضف وغلطت معها غلطة قد راس الدبوس بتتنطور فيي. صحيح هي ما لعي ضربت لازمة، بس ما بعرف أستاذ ليش لما بتصرخ فيي هيك بتبلكم، لساني بيرتبط، وشي بيحمر وبيصفر لهالدرجة؟
واكثر. لكن ليش عم اقول لك مالك بالطيب نصيب؟ لانه شايفه حالة كثير وكل الموظفين قدامها دبان، ويا ارض اشتدي وما حدا قدي. يعني لا تكون حاطه مديرنا العام بزينه. علمي علمك. عن اذنك استاذ، القهوه رح تبرد. اذنك معك. فظاعة للطبع اللي عند هالآزم، يعني كل ما بخرم على القهوة شكلها فيه بتأخر بالساعة. ايه بسيطة انتي التانية، ليش هيك بصلتك محروقة؟ شو صاير لك؟ هلأ بيجي تاكلي مسكي؟ ها اجت القهوة. صباح الخير يا سماح. بلا صباح الخير بلا ضراب السخن. انه وينك لهلأ؟ ليش تأخرت علي؟ ما بتعرفني ما بقدر امسك ورق بيدي قبل ما اشرب قهوتي؟ انا اسف عن سماح، انشغلت شوي بالديوان عند الاستاذ خالد. ومنو هذا الاستاذ خالد؟ عال والله مو ناقصنا غير هيك نمر. اما سمعه هلا خالد صار احسن مني؟ طولي بالك مها، شغله مو مستاهله منو؟ ليش هيك عم تهزي بدني؟ شلون مو مستاهله؟ ما سمعتي الافندي شو عم يحكي؟ عم اقول له ليش تاخرت علي؟ قال اخرني هذا مدري شو اسمه خالد. خلص عسي مها خلص، ازرعيه بدقني هالمره، انا ما بيهون علي زعلك. ووعد مني بكره الصبح بتجي وبتلاقي فنجان القهوه عم استناكي على المكتب. منيح هيك؟ ماشي هيك بدي اياك، بتجيب لي فنجان القهوه قبل كل الناس. يلا روح روح شوف شغلك. على راسي يا سما، انت بتأمري امر. قسما بالله يا مها انا مستغربه كيف قدران يتحمل غلاصتي. وليش لحتى ما يتحمل؟ صحت له وحده مثلي تتغلظ عليه وما رضي؟ لك يا مها، اللي ما بيشوف من المنخ الاعمى الشاب بحبك بس مو طالع بايده شيء المسكين. بيحبني؟ احبه برص وخمسه خرس ان شاء الله، مو ناقصني غير هيك شراشيح. عن اذنكم يا بنات، انا رايحه ساعه زمان وراجعه. شو لوين يا مهوين؟ متوعده انا وخطيبي عدنان بدنا نروح نشوف غرفه نوم بداريا. داريا؟ الله يساعدك على هيك جوازه. قال داريا شو مو عاجبك؟ ليش صح لي احسن وما اخذت؟ الزلمه حالته على قدها، بعدين بكره بيتبحبح وبيجيب لي غرفه نوم احسن منها، شو المشكله يعني؟ إيه اذا حالته على قدها مثل ما عم تقولي، فلشو جوازته هذا؟ بتعرفي؟ من كم يوم اجى زارنا واحد شب بيطير العقل، بده يخطبني من ابني، بتعرفي شو قال له بابا؟ شو قال له؟ قال له شوف يا ابني، إذا ما معك ثلاث مفاتيح مالك نصيب عنا. مفاتيح؟ إيه وشو قصده دخلك؟ قصده مفتاح للبيت، ومفتاح للسيارة، ومفتاح للمحل. إيه وأنتِ شو كان رأيك؟ أنا؟ إيه أنتِ؟ يا ستي أنا بدي فوق المفاتيح الثلاثة يكون موظف كبير، ومو ممكن أقبل أقل من مدير عام ولا بأي شكل. اسمعي مني رجاء. بلالك الحديث هلا بدون ما تغيري فكرك، روحي قبل ما تتاخري على خطيبك، روحي. يلا خاطركم يا بنات انا ما بطول. مهونه الله يكون بعونك ويحمل معك ويصبرك على الايام الجايه يا رب. ما قلت لي عماد شو اخبار الانسه مها بعد ما تجوز مديرنا؟ عود عود. هو بيني وبينك بالاول صفرت وحمرت، بس هلا هديت وقبلت بالامر الواقع. ايوه طيب هلا هي منين بدها تدبر مدير عام وتتجوزه؟ حسب ما سمعت من قاسي عبير انه هلا بعد ما تجوز مديرنا العام غيرت رايها وقال بتقبل بمدير دائره بس يكون وضعه المادي منيح. اها خليها تنطر لكان، بلكي هيك الله بينولها مرادها وبتتجوز بعدين. تعرف استاذ خالد، يمكن لو ما حضرتك تجوزت كان ممكن تقبل فيك الأنسة معها باعتبارك مدير دائرة. هو صحيح أنا مدير دائرة بس وضعي المادي على حاله، فكيف بدها تقبل فيني؟ ما بعرف، بيجوز ما كانت دققت. يا سيدي أنا هلأ اتجوزت وخلصت ومرتي قبلانة فيني على عشري وبشري، بس أنت قلي الأنسة معها شو عم تعمل بهالأيامين اللي عم تحلفها؟ ما فهمت استاذ شو قصدك؟ اللي بقصده انه الانسة مها كانت على الطالعة والنازلة تحلف يمين انه ما بتتجوز الا مدير عام، وهلا اتنازلت. ما بعرف يمكن عم تطالع كفارة. عن اذنك استاذ
تفضل اخي. تسلم. حبيبتي معها؟ انا مضطرة اطلع بكير اليوم. وليش بقى من غير شر؟ بدي روح جيب الصبي من بيت حماية. بقى اذا اجى شي مراجع بغيابي الله يوفقك، تصرفي معه بدالي، تسلم لي عينك. وانا معها. مضطرة امشي كمان اليوم بكير، لانه انا وجوزي فوزي معزومين على الغداء عند جماعة. ايه وشو المعنى؟ يعني بدكم ياني ضل هون لحالي وشي بوش الحيطان؟ ايه معني شي مهوها حبيبتي. بكره ان شاء الله بس تتجوزي بنحمل كتف عنك بالشغل وبنخليكي تطلعي كل الفرق. بدك الصراحة معها؟ والله انا بحسدك. وعلى شو دخلك؟ لانه انت لا وراكي ولا قدامك، لا في عندك رجال ينق ولا ولد يبكي. ايه وشو قصدك يعني؟ ما قصدي شيء، قصدي انه عايشه لحالك ولا على بالك، ونحن عم نركض نركض ما عم نلحق. طبعا اللي بده يتجوز هيك جوازه فقريه هيك بده يصير فيه. بيني وبيني ما في احلى من الجواز. اي والله والله عندي ضحكه سموره بالدنيا كلها. ومنو هذا سموره كمان؟ ولو اوام نسيتي ابني سامي. ايه الله يخلي لك سامر وابو سامر، لشوف شو بدك تستفيدي منه غير بالسق والنق والطلبات وشغلان البال. يلا عبير خلينا نمشي تاخرنا. يلا بدكم تروحوا روحوا، انتوا حرين، بس ان شاء الله يمرق المدير وما يلاقيكم، واذا سالني عنكم انا ما دخلني. المدير وهو اعزب ما مرق لهون لحتى يمرق وهو متجوز. شو قصدك عبير؟ عبير تعي فهميني شو قصدك؟ صباح الخير. اهلين عماد. شو اكيد الفنجان للانسه معها مو هيك؟ اي نعم استاذ للانسه معها. دخلك صار لي زمان ما عم بصدفها بالمؤسسه، يعني شو اخبارها؟ حركتها قليله بالمؤسسه بس لساها على حطه ايدك. دخلك شو اخبار الزواج عندها؟ ما بعرف استاذ، ما عادت حكت بالجواز بنوب، ما عادت فتحت سيرته. اخر مره شفتها لمها قاعده لوحدها. انا بعرف انه ام سامر اخذت تقاعد جزئي. ام رامز شو اخبارها؟ ام رامز اخذت امومه استاذ. بتعرف انا عم فكر اخذ تقاعد جزئي، اصلا مليت من كل هالوظيفه. الله يلحق معك يا استاذ، انت بتتعب كثير، حامل كل هم هالدائره على كتافك، الله يكون بعونك. يلا انا بالاذن لازم اروح لعند الانسه معها، حاكم القهوه برديت. الله معك، وينك؟ سلم لي عليها. وصل استاذ وصل. صباح الخير يا سمحة. اهلين عماد، صباح النور. سلموا الايدين. دياتك. يا الله. عماد. خير يا سماء. قلي لشوف شو اخبارك؟ الحمد لله، خير. مبسوط؟ الحمد لله، مين رضي عاش. طيب، بدي اسألك سؤال، بس بتمنى انك تجاوبني عليه بصراحة. أنا روح قلبي الصراحة. يعني أنا من زمان ملاحظة إنك بتطلع فيه تطليعات خاصة. نظراتك دائما إلى أكثر من معنى. عم بحكي صح ولا أنا غلطانة؟ محشومة من الغلط أنا سماء. يعني كلامي صحيح؟ إيه صحيح. طيب، وشو بتقصد يا ترى من هالنظرات؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك. يعني إذا قلت لك ما بتزعلي؟ لا 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 ولا يهمك، أكيد ما رح أزعل. بصراحة أنا كنت معجب فيكي كثير يا أنسمة. طيب وليش ساكت؟ يعني ما فيها شيء إذا حكيت؟ الإعجاب شغلة مشروعة. شو بدي أحكي؟ أنا وين وأنت وين؟ من شو ناقصك أنت يعني؟ شب وعين الله عليك،
ومهذب وعم تكسب رزقك بعرق جبينك، ولا ناقصك لا ايد ولا رجل ولا لسان. عم تحكي جد أنسة ما؟ طبعا عم بحكي جد، شو ناقصك يعني انت؟ ألف بنت بتتمناك. بما فيهم انت أنسة ما؟ اي نعم يا سيدي، وانا كمان. يعني لو كنت طلبت ايدك كنتي وافقتي؟ وليش لحتى ما وافق؟ زمانك مصدقني بعت اهلك خليهم يزورونا وشوف بعينك اذا بوافق ولا لا. عم تحكي جد ولا عم تمزحي اسمها؟ لا عم بحكي جد، ليش لحتى امزح يعني بهيك مسائل؟ يا حسرة يا أنسة مها، مالي بالطيب نصيب. ليش بقى؟ لأنه من يومين بس كتبت كتابي على بنت خالي. عم تحكي جد أستاذ عماد؟ إيه نعم، وجد الجد يا أنسة مها.